بلشنا الجولة الصباحية في مدينة سياتل، أخذنا السكوتر هذا، بلشنا نجهز ومرقنا على الوول جم اللي هو أحد المعالم المشهورة في سياتل، حول العالم بتترك العلكة وبتحطها بالحيط للذكرى. الموضوع مش كتير لطيف. بعديها مرقنا نشوف أقدم وأول فرع لستاربكس في العالم، كان مزدحم أكيد، ما وقفناش نشرب من عنده أي إشي لأنه إحنا مقاطعين. الغريب في الموضوع إنه مجاور للمحل هذا تبع ستاربكس في محل عربي ومعلق الحطة الفلسطينية والحطة الأردنية. تفرجنا عليهم وكان عنده شوية زخارف عربية. خلصنا مشينا في الشارع، كان في احتفال لبعض البلدان الأجنبية والآسيوية في الشارع هذا، وكان في استعراض. تفرجنا عليه، مشينا شوي، بعديها كملنا طريقنا للجزيرة. صورة تذكارية من أمام العبارة، قطعنا التذكرة، بعدين بلشنا إجراءات البوردينج. العبارة كبيرة طبعا، العبارة هي عبارة عن عبارة للركاب وللسيارات، الطابق الأرضي كله للسيارات. المنظر كان كتير جميل، الأجواء كانت كتير حلوة ورائعة بصراحة. كان في مجموعة من الناس مستمتعين بالأجواء، والحمد لله استمتعنا. ومدة العبارة كانت تقريبا 30 دقيقة لما نصل للجزيرة. طبعا الجزيرة كانت هي عبارة عن جزيرة خاصة وفيها بعض البيوت العطلات، فيها ناس عايشين. طبعا هذا أحد أشهر المعالم في مدينة سياتل اللي هو ميدل بريدج، ممكن تطلع عليه تتفرج على كل مدينة سياتل. هذا المنظر من البحر كان جميل جدا. طبعا هذول منظر البيوت الموجودة في الجزيرة، وهم جدا راقيين جدا حلوين، يعني الواحد اكيد بتمنى يعيش يومين ثلاثة في الاجواء الخلابة. بحر، جزيرة، خضار، اجواء لطيفة. طبعا احنا هون قربنا نوصل، كان هاي المرسى اللي راح تنزل فيه العبارة، وبعديها نبلش جولتنا في الجزيرة. To learn more about donning the life jackets or other shipboard emergency.
واحده 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 واحده